الى مسند الدارمي اخبارنا قال الى مسند الدارمي الى المقدمه الماتعه هذه اخبرنا ابو عاصم قال زعم لي سفيان قال الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنه. يا الله يا الله، هذا امر الاستقرار نقاء القلب، لان العلم لا يكون الا بنقاء القلب، العلم لا يكون الا بنقاء القلب. وقال المصنف وهذا الاسناد صحيح، وقال المصنف اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد بن سنان ابي العلاء عن مكحول قال من طلب العلم ليماري به السفهاء ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء او ليصل به وجوه الناس اليه فهو في نار جهنم. وقال اخبرنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزه حدثنا النعمان عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء او ليمار به السفهاء او يريد ان يقبل بوجوه الناس اليه ادخل الله جهنم. وقال ايضا اخبرنا اسماعيل بن ابان حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفه عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال انما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. هذا الاسناد فيه ضعف. عندنا ادله ثلاثه في هذا الاول. الحديث الاول حديث عظيم جدا فيه تربيه الانسان وتربيه قلب الانسان وايمان الانسان. وهي ان الانسان يتعبد يتنسك اولا. يتقدم بين يدي الطلب والعلم النسك العباده. لان بالعباده فيها طهاره ونقاء، ولان بالعباده ايضا فيها قربة من الرحمن، ولان العباده ايضا تزكو بها الروح. فان كانت تزكو بها الروح تطمئن بها القلوب، والعباده قربة من الله جل في علاه، يرزق المرء التقى بها ايضا، لقول الله تعالى: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لذلك قال سفيان: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة. طبعا هذا ليس على الغالب. وحقيقة الأمر أن المرء لابد أن تكون له علاقة بينه وبين ربه، لأن هذا العلم علم شريف، والعلم الشريف عظيم، وأيضا لؤلؤة ثمينة الله جل في علاه لا يعطيها لأي أحد، لا يعطيها لأي أحد. لابد من صفات وسمات كريمة لمن يكون كذلك آخذا بعلم الله جل في علاه، لأن العلم هو أصل النبوة، العلم هو أصل النبوة، ولا يفرق بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة فقط. لذلك قال: كان الواحد منهم يتعبد 40 سنة قبل أن يطلب العلم، طهارة للقلب، نقاء للنفس، سمو للروح، بعد ذلك يأتي العلم على محل قابل فيتشرب العلم، يتشربه، يتقنه، يرتقي به. وأما الحديث الثاني عن مكحول قال من وهذا رجاله ثقات أيضا: من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصل به وجوه الناس فهو في نار جهنم. أعوذ بالله. طلب العلم رياء وسمعة، جلس في المجالس من أجل أن يفسد ذات البين، جلس يتباهى، جلس يترفع بما عنده من إتقان، والله أعلم بالخفايا، رب البرايا أعلم بالخفايا. فمن جلس للعلم وجعل العلم مقصدا فقد أساء. ومن جلس لربه جل في علاه ونيته بأن العلم يرقى بنفسه وبروحه لربه جل في علاه ليرفع الجهل عن نفسه ثم يرفعه عن الناس، فهذا خير الناس، وهذا الذي يكتب عند ربه جل في علاه بالثناء أولا: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. والثاني: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الثالث: لا يفرق بينه وبين النبوة إلا درجة النبوة، الوحي، وهو يعمل بالوحي، وهو يعمل بالوحي. الذي يطلب العلم رياء وسمعة، المنافق يؤتى بنقيض قصده. من رأى الله به، ومن سمع الله به. من رأى الله به، ومن سمع الله به. فأقول إخوتي الكرام: من تعلم العلم مراءة، من تعلم العلم سمعة، فإن الله جل في علاه يجعله يأتيه بنقيض قصده. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم تعلم العلم يقال عالم. يقول الله تعالى: ما فعلت فيما مننت عليك، يقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل، ويزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. فمن تعلم العلم ليظهر بين الناس، من تعلم العلم لمكانة تكون له عند الناس، فإن رب الناس يخسف به،
يرجع كل من مدحه ذاما له ويسخطه الله من أعين الناس بعدما يسخطه من قلوبهم، ولأن محبة القلوب من علام الغيوب. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. ولذلك قال: من طلب علم يباهي به العلماء أو يماري به سفاء أو يريد أن يقبل عليه وجوه الناس بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، نعوذ بالله. بل الناس يذمونه، الناس يذمونه لا يمدحونه. من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أعوذ بالله، نعوذ بالله. هذه كانت وصية عائشة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. وحديث ابن عباس في شهر بن حوشب، فالإسناد ضعيف. قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. حقيقة ابن عباس أيضا ثبت عنه أنه قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. اللهم أصلح نوايانا يا رب العالمين، اللهم أصلح نوايانا يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: من طلب العلم لغير الله حقره الله بين الناس، من طلب العلم لغير الله للوجاهة عند الناس حقره الله بين الناس، حقره الله بين الناس. لا يبلغ المرء عمق العلم إلا بنقاء قلبه. من رأى الله به، ومن سمع الله به. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.